في الجزائر وباش تكون معنا زدك كيف رزيقة فرحان. مرحبا رزيقة. مساء الخير هادي، واش راكم؟ والله بديت اعصابنا هكا تتشد، بديت اعصابنا تولي مشدوده. والله لا 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 لا، نورمال ستريس. اليوم نديروه، تقول عرس بين الجزائر وتونس، وان شاء الله فوالا نديروا مباراه في القمه، وكل واحد راح يشجع بلاده اكيد. هذه ما نقولوش، ما نقدرش نقول لك هذه شجع الجزائر وانا باش نشجع تونس. كل واحد يشجع بلاده. انت شجع بلادك وانا نشجع بلادي. اما انا لا، نتمنى انه بلادي تربح. لو ما ربحتش بلادي انا راني نقول لكم مبروك عليكم وبقلب كبير برشا، خاطر المنتخب الجزائري يستاهل. شوف لا بريسيون تنقص، مش كيما باش نلعبوا مع منتخب واحد اخر كيما رايحين نلعبوا مع تونس. الشغل كيما نقولوا الكاس باش تقعد في دار واحده في تونس ولا في الجزائر، تقعد كمان رانا جيران، نجيو نزوروها الكاس ولا تجيو تزوروها الكاس عندنا، ما كاينش مشكل. رزيقة انت مغرومه برشا بالكره، معناتها تتبع كره القدم بزاف. وي بزاف، انا من بكري دايوغ دوكا راني نشوف في الماتش نتاع تاع مصر مع قطر. من اللي بدات كاس العرب جي باغاتي اوكي ماتش، نقدر نقول لك حتى مش غير اللي ماتش تاع الجزائر، كامل لي زيكيب تبعتهم. سمي لي ثلاثه لاعبين من المنتخب الجزائري اللي انت تقول مراهن عليهم بالاساس. شوف اليوم جاب لي ربي باش يسجل بالليلي ككل مقابله يفرحنا ويعمل لنا سوربريز، وبنجحت مني باش يسجل مسكين باسكو يلا غاتي بوكو دوكازيون صافي بون مومون. عندي بالليلي وعندي بونجاح وعندي ابراهيمي، هذوما لاعبين ما شاء الله عليهم. توقعاتك للنتيجه اليوم؟ توقعاتك مادامك اكسبير. توقعاتي دعاء الهادي قداش؟ زوج واحد. برافو عليك، خليتنا نمركيو واحد. برافو عليك، يعطيك الصحة اللي عطيتنا بونت. باش نسألها هادي رزيقة معك زميلنا عبدو من قسم الرياضة. مرحبا رزيقة. أهلا بك خويا، واش راك؟ شنو حوالك لاباس؟ لحظة، رزيقة ولا رزيقة؟ رزيقة. يا رزيقة هاي البرشا، إن شاء الله ربي يرزقنا الكل اليوم فرحة. حبيت نسألك، في على البالك اللي 5-6 مدربين التوانسة يرينوا في أكبر جمعيات في الجزائر في الدرجة الأولى؟ إيه نعرف على بالي. سمي لي مدربين من تونس. إي كيفاش عاود لي؟ مدربين من تونس يدربوا في أقوى جمعيات في الجزائر. والله غير نعرفهم تبع، اما الاسماوات يروحوا لي انا نبيل الكوكي. نبيل الكوكي وفاق ستيف، حتى عندنا بزاف. خالد بن يحيى بزاف لي جوار. لحظه، شوف اش قالت لك، حتى احنا عندنا ياسر بزاف دي جوار جزيريه موجودين في البطوله نتاعكم. نعرف اي اي باش لحظه تحب نتعدوا لي الاسئله الواعره. خليها رزيقه وقت اللي لعبتوا ضد المغرب كتبت بوست تحكي فيها على الشاب خالد، تقول فيها وين كنت كي ربحنا المغرب، كنت تعزي في انسابك. باسكو شوف يا هادي، شوف في الاوقات كيما هادو ما كمل سؤالك. ما لهنا موفيز لونغ ولا شنو؟ شوف في الحالات كيما هادو ما احنا لي زالجيريا عندنا هذاك الدم سخون، معناها واحد اللي ما يوقفش في اللحظات هادو مع بلادو ما نسحقوش في وقت الضيق. وين اكزاكتومون مع المغرب الماتش كان سخون فريمون، هو ما بانش. ابخي كي خلاص المغرب صاي خسرت راحت لبلادها، شدوا طياره وراحوا. ومن بعد السي محمد ظهر قال لك ايا بيزو للجزائر ان شاء الله تربح، وكنت كي كنا نلعبوا مع المغرب ما خرجش باش تقول ان شاء الله. اما سامحني، راهو ظهر قبل مع جواريت تاع الجزائر وتفرج في مقابله للجزائر قبل ماتش المغرب. أنا ما عمل حتى تصريح. أنا شفت التصريح. عمل حتى تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، ما عمل حتى رياكسيون. لكن هو يبقى الشاب خالد عنده جمهور وعنده
عنده جمهور مغربي ما يلزموش يزوي يحسب شوية معاهم، وعنده جمهور وهو كذلك ما عندها، وعنده جمهور آخر تاع بلاده، فيقول لك نحسب شوية، يعمل لا لا شوية لا 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 دبلوماسية. لا لا لا، أنا في أنا في حاجات كيما هذو ما نحسبش وما نعملش دبلوماسية. نشجع بلادي إلى آخر لحظة. شوف أنا تونس مثلا اليوم، راك تعرف الهادي، تونس عزيزة عليا على العين والرأس، غير ما جي دي بون سوفونير مع تونس، ومعناها ما عندي معزة خاصة لتونس. أما في اليوم كيما هذا من لها غالب أكيد، بس نقول لك نشجع بلادي لهذه. هذه كلمة حق. شو قصدك قلت له كنت تعزي في أنسابك؟ ما فهمتهاش هذه. والله ما فهمتها أخي. مرته مغربية؟ والله ما فهمتها. والله مرته مغربية، ما أصول مغربية، دونك أكيد باش يخمم شوية على نسابه، وخاف راح يعزيهم يقول لهم والله ما تزعفوش، عزاهم شوية، ومن بعد كي خلاص الوقت الحزن عاود رجع تفكر باللي الجزائر راح تلعب. أما أنت جزائرية واعرة رزيقة، واعرة. انا من بكري عندي هذاك الدم السخون. دايوغ مش اول مره باش نشجع، انا من بكري كنت نشجع، عملت اغاني على المنتخب الوطني، دونك مش حاجه جديده بالنسبه لي هذه. واضح. انا لو كان القطراني راني صرت القطر ساره. الحمد لله. خليك تشجع بعيد، خليك تشجع بعيد. اليوم خليك تشجع من بعيد. اليوم شجع بعيد. اليوم اليوم لا تشجعوا لا غير يا هادي، اليوم اقل خير. والله نفس الشيء، والله نفس الشيء. انا خرجت للشارع وتزيرية يوقفوني يقولوا لي شوف بقلب مفتوح، عنا ولا عندكم، والله كيف كيف بحال بحال. ها صح. نشكرك برشا رزيقة فرحان، ان شاء الله ديما فرحانة مهما كانت النتيجة، ديما فرحانة يا رزيقة. يعطيك الصحة، شكرا لك.